أسطورة من أساطير الكرة المصرية، شاء من شاء ورفض من رفض، لكنه أكيد يستحق فرصة التواجد على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد فترة طويلة من الانتظار. أستاذ حسن، رأيك في القرار؟ قبل ما أقول لحضرتك السؤال، خلينا نستعرض بس الأول البيان اللي النهاردة أعلنه اتحاد الكرة، وكمان بعدها أرقام كابتن حسام حسن. البيان الخاص باتحاد الكرة: حسام حسن مديرا فنيا وإبراهيم حسن مديرا للمنتخب الأول. قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الذي انعقد اليوم الثلاثاء تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب المصري الأول خلفا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرا للمنتخب. أرقام المهاجم رقم 9 الأشهر في تاريخ الكرة المصرية كمدرب: ظهر مع 8 أندية، المصري، المصرية للاتصالات، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، مصر للمقصة، الزمالك، سموحة وبيراميدز، وكمان كان ليه تجربة مهمة جدا مع منتخب الأردن. عدد المباريات اللي أدارها كمدير فني هي 431 مباراة، 181 انتصار، 144 تعادل، و106 هزيمة. الفرق اللي دربها سجلت 581 هدف واستقبلوا 446 هدف. أول تجربة تدريبية لحسام حسن كانت في 2008 بعد اعتزاله يمكن بسنة أو بأكتر من سنة حاجة بسيطة مع المصري بورسعيد، وهو نادي طبعا كبير وليه اسمه وليه جماهيريته. وبعدين 2009 مع الزمالك كانت تجربة مهمة جدا ليه وأضافت لاسمه كتير، ومن بعدها بقى استمرت التجارب لحد ما وصلنا لأنه تعاقد مع فيوتشر، لكن التعاقد لم يفعل، ما شفناش حاجة لسه. وبعدها بأيام أو بساعات قليلة تم الإعلان رسميا عن تولي مسؤولية منتخب مصر بعد سنين طويلة جدا يا أستاذ حسن. حسام حسن مدرب منتخب مصر، شايف الخبر ده إزاي؟ بص، أنا كان رأيي بعد تجربة فيتوريا ولسبب مادي، إن إحنا عايزين مدرب مصري لسبب مادي. أوكي. لسبب ظروف في المقام الأول بسبب العملة، أنا قلت كده. أوكي، قلت كده لما عرفت، أنا كنتش أعرف طبعا مرتبه كام فيتوريا، لكن بعد التجربة دي أنا قلت، وطبعا ما كانش ناجح أبدا في كأس الأمم، قلت لا يبقى مصري يعني، ويعني ممكن حد ياخد فرصة ونجرب. أوكي. والحقيقة برضو أن البطولات اللي أخدها المصريين أو مصر في كأس الأمم كلها بمدربين أجانب، بمدربين مصريين، وخصوصا من أول مراد فهمي، وبعدين بعد كده طبعا كابتن جوهري وكابتن حسن شحاتة، مايكل سميث مع شحتة 86. صح. المدرب الوطني أو المصري، والحقيقة أنا برضو بقول دايما القضية مش مصري ولا مش وطني ولا أجنبي، ودي قضية قديمة جدا في الكورة. صح جدا، صح جدا. مدرب كويس ولا مدرب مش كويس، هي دي القضية، سواء أجنبي أو مصري. حسام هو عايز فرصة طبعا، وبيلح على هذه الفرصة، بس إذا كان اختيار اتحاد الكورة بيختار حسام حسن عشان كلمة إنه روحه ومعنوياته هي دي اللي هتخلي المنتخب يلعب كورة، ده يبقى اختيار غير موفق، لأن مش هحط حسام في انه مش هقفل ان هو بس إنه هو بتاع دوافع ومسائل نفسيه وروح عاليه والحاجات دي كلها، لان الكوره دلوقتي عايزه شكل من اشكال الروح العاليه والنضال، ده حقيقي. صح. واللي شاف كاس الامم الاسيويه وكاس الامم الافريقيه هيلاقي ان جزء من مهارات، انا هتكلم اقولها مهارات، مهارات الفرق دلوقتي القوه واللياقه البدنيه والنضال، بالمعنى النضال، سواء منتخب الأردن لما لعب ماتش كبير جدا مع كوريا الجنوبية وكسب، وسواء طبعا حتى كمان كل الماتشات اللي فيها 120 دقيقة وآخر لحظة أهداف، سواء في آسيا أو في أفريقيا، دي عايزة لياقة وقوة وشكل من أشكال الروح المعنوية العالية جدا، إن من غير الروح دي مش هتقدر تعمل نتائج كويسة. أوكي. طيب، هو حسام درب 8 أندية ومنتخب الأردن، وأنا شايف أنه تجربته مع منتخب الأردن هي كانت أنجح التجارب. حلو. يعني ده واضح يعني.
ولايته الاولى في الزمالك كمان كانت تجربه كويسه. كانت المصري احسن. تجربته مع المصري كانت احسن. اوكي. لانه عمل شكل. بس الحقيقه برضو احنا لازم ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، ان يعني احيانا بيبقى موفق في بعض الفرق زي حتى المصري، ولما راح تاني للمصري ما كانش موفق. ودي حاجه سائده في الكوره بشكل عام يعني. لكن المهم ان الاختيار يكون على اسس فنيه، بجانب الثقه في ان حسام يقدر يعمل شكل معنوي او شكل من الدوافع عند اللعيبه انها تجيد. اذا كان ده ممكن يعمل المزيج ده، لازم يكون في حاجه فنيه الاتحاد شافها في حسام وعشان كده قدر يستعان بيه يعني. اوكي.